زي ما انتم شايفين يا جماعه، معانا دلوقتي موبايل بي 40 برو. لسه في صديق ليا جايبه لي، وادي زي ما انت شايف دي واجهه ام اي بتاعته. وادي لو دخلنا على السيتنج هتلاقي عندك ام اي 12 زي ما انت شايف. فباذن الله ان شاء الله هنحوله دلوقتي مع بعض الهارموني او اس، وهننزل عليه كمان خدمات جوجل. تابعوا معايا الفيديو. وده يا جماعه بعد ما احنا حولنا الجهاز الى هارموني او اس، زي ما انت شايف اصدار 3 اهو. لو دخلت على الاعدادات وجيت على حول الهاتف هتلاقي ان الموبايل اتحول لهارموني او اس. يلا بينا بقى نثبت عليه خدمات جوجل. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد. معانا فيديو قوي جدا النهارده يا جماعه. لسه صديق ليا جايب لي التليفون بتاعه بي 14 برو، كمان الموبايل بتاعه 5G مش 4G. المهم احنا بنحاول الاثنين يعني. طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي الاجهزه اللي بتاعتها اللي بتتحول على اداه، فالاداه دي ليها اشتراك في الشهر، فالاشتراك غالي بتحوالي 1000 جنيه تقريبا. فاحنا دلوقتي بنساعد الناس على قد ما بنقدر بمقابل، ويكون المقابل بسيط. فدلوقتي الجهاز اللي معانا ده لو انت داخل مصر بتحول ب 500 جنيه، لكن لو انت خارج مصر بتحول 25 دولار، لان الجهاز متعب جدا جدا. طيب المطلوب ايه؟ بيبقى عندك هنا، بيبقى يكون معاك فلاشه، وعندك اوتو جي اللي هي الاداه بتاع الصغيره ديت، وبتعمل وصله اللي هي التايب سي بتاعت الموبايل بتاعك، تمام؟ وبتحط فيها مقاومه كده صغيره 10 كيلو اوم، دي انت بتجيبها من اي حد بتاع الكترونيات، تمام؟ فالفكره كلها ان الراجل ده جالي وطلب مني ان انا احول له الجهاز، والحمد لله تم تحويل الجهاز. وهسيب لكم طبعا في الفيديو الموبايل ان هو اتحول، وكمان هسيب لك ان انا ثبتت عليه خدمات جوجل وشغاله 100 فل و10. فان شاء الله لو اي حد طالب او اي حد عايز يحول الجهاز بتاعه، لا اما ممكن تجي لي، لا اما ممكن احوله لك اونلاين. فانا المكان بتاعي في الهرم، فلو انت اونلاين هيبقى مطلوب منك جهاز كمبيوتر والحاجات اللي انا وريتها لك دلوقتي في الفيديو. فعشان ما نطولش مع بعض، يلا بينا اسيب لكم تكمله الفيديو في تثبيت الخدمات. وزي ما انت شايف احنا حولنا دلوقتي الجهاز يا جماعه بقى على هارموني او اس. جهازنا اللي معانا بي 14 برو زي ما انت شايف. لو دخلت الاعدادات وجبت حول الهاتف هتلاقي ان الموبايل اتحول الى هارموني او اس، تمام؟ وعندك كمان لو دخلت على نظام وتحديثات وجبت تحديث النظام هتلاقي ان في ابديت، وانا مش هنزله دلوقتي يعني، هو بينزل له كل ابديت، وكل ابديت بينزل له عادي مفيش مشاكل. ادي هو جايب لك هنا ابديت، بس طبعا مساحته كبيره. فانا بس كنت بعرفك ان احنا حولنا الجهاز والدنيا تمام وتعمل بدون اي مشاكل. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنبدا نظبط خدمات جوجل على التليفون بتاعنا. طيب انا هسيب لك رابط في الديسكريبشن، هتيجي تدخل على مدير الملفات عندك هنا بالشكل ده. هندخل على الادوات، بيجيب لك هنا حسن ما فيش مشاكل. هنسحب ده كده بره كده عشان هنستخدمه كتير بالشكل ده اهو. وهندخل على مدير الملفات، وبعد كده نقول له اوافق بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب انا كده كده حطيت الملف بتاع الخدمات اهو، بيجيب لك هنا الهاتف، هندوس كده عليه. وبعد كده زي ما انت شايف انا نزلت الفولدر او الملف بتاع محمد اهو، هندوس كده عليه دوسه طويله، ونيجي على المزيد ونقول له استخراج الى، وبعد كده نقول له حسنا. خلاص احنا كده خلصنا اول خطوه. بعد كده ندخل هنا على الفولدر ده، بيجيب لك الحاجات دي كده كلها زي ما انت شايف. فهنعمل خطوه بسيطه، هنيجي ندخل على الاعدادات، وهنيجي طبعا هنا عندنا على التطبيقات والخدمات، وبرده التطبيقات هنيجي هنا طبعا هنكتب النسخ الاحتياطي. هيطلب منك تسجيل اللغه العربيه او تنزيل اللغه العربيه، نقول له موافق، وبعد كده نقول له اجري. هيظهر لك هنا دلوقتي ان اللغه العربيه بنعملها داونلود. هتلغي انت بقى الحاجات ديت اللي هي الصيني ديت، اللغه الصيني دي مش هتشغلنا مفيش مشاكل. هندوس كده على الاكس ماشي. وعندك هنا بتختار اللغه الانجليزيه برضو، يبقى انت بتنزل العربيه وبتنزل الانجليزيه، تمام؟ خلاص احنا كده نزلنا دول مفيش مشاكل. اصبح كده ان احنا خلصنا اللغه العربيه والانجليزيه، هندوس كده عليها، هنقول له هنا اوكي مفيش مشاكل. هتيجي تغير اللغه من تحت هنا، بعد كده هنكتب النسخ الاحتياطي بالشكل ده، وهتدوس على الثلاث شرط اللي على الشمال ونقول ظهر عمليات النظام. هتلاقي النسخ الاحتياطي هنا، هتعمل له ازاله بالشكل ده، تمام؟ وبعد كده هنرجع بالشكل ده، هنيجي على النظام والتحديثات، وهنيجي طبعا على التاريخ واللغه، وهنخليها مش الضبط التلقائي، هنيجي هنخلي التاريخ حوالي 2018 ونقول له موافق. يبقى احنا كده عملنا الخطوات دي، تمام؟ هنخرج كده، هنيجي طبعا على مدير الملفات برده مره ثانيه، هنثبت اول واحد فوق ده ماشي بالشكل ده اهو. وبعد كده طبعا هيبدا نثبت النظام على الموبايل، هيقول لك جرى الفحص الامني، هننتظر لغايه لما يخلص. بعد كده تقول له سماح، وبعد كده تقول له تثبيت بالشكل ده. هنا بيقول لك سبب فشل العمليه مفيش مشاكل ما تقلقش، هو كده تثبت خلاص ماشي. وهنيجي هنا نخليها بحسب الاسم عشان نبدا نظبط. بعد كده هندوس هنا على ده دوسه طويله ونقول له نقل، ونرجع كده مره ثانيه يا جماعه اهو بالشكل ده، ونرجع برده مره ثانيه هنا. هنيجي على فولدر هواوي بالشكل ده، وبعد كده هندوس على نقل بالشكل ده، يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده هرجع ماشي، هاجي بقى ادخل على الاعدادات مره ثانيه،
وهاجي طبعا عندي هنا على هاجي هنا عندي على نظام التحديثات والنسخ الاحتياطي والاستعاده، هيجي لك بالشكل ده تقول له اوافق، وبعد كده تقول له هنا الثلاث شرط هنا مش هتظهر طبعا استعاده من وحده النظام، لازم نعمل خطوه كمان هنقول له وحده التخزين وتقول له سماح، هتفضل تدي له الصلاحيات دي كده كلها وسماح وتقول له حسنا، وبعد كده هيخش لك هنا وترجع كده مره تانية وندوس على الثلاث شرط برده، لو ما ظهرتش مفيش مشاكل ما تقلقش، هنرجع برده مره تانية كده وندخل برده مره تانية هنلاقيها ظهرت بالشكل ده، هنقول له استعاده من وحده التخزين ونقول له هنا ندوس عليها كده بالشكل ده وتحديد الكل، وبعد كده نقول له استعاده، وهنكتب طبعا الباسورد اللي تحت ده اللي هو تلميح كلمه المرور. بعد ما تكتب الباسورد بتقول له اوافق لغايه اما يجيب لك هنا اكتملت الاستعاده، نقول له تم. خلاص احنا كده خلصنا اول خطوه، هتلاقي البرنامج الصيني ظهر بره اهو، هتدوس كده عليه بالشكل ده هيفتح معانا بالشكل ده، تقول له سماح وتقول له تنشيط وتقول له سماح مره ثانيه وتخليه حمل بالشكل اللي انت شايفه ده. اصبح كده ان احنا خلصنا الخطوه بتاعه جي اس ام بتاعه الموبايل. تمام، هرجع بقى هثبت بقيه الخطوات، هسيبه شغال في النص، وبعد كده ندخل مدير الملفات والهاتف بالشكل ده، وبعد كده طبعا هاجي على الملف اللي احنا نزلناه بتاع محمد اهو مره ثانيه، هتبدا بقى تسطب بقى كل البرامج دي كلها دلوقتي مع بعض. اول حاجه هنعملها هنسطب الماكرو جي بالشكل ده، هيجي لك بالشكل ده تقول له تثبيت، هتثبته عادي جدا مفيش مشاكل، وبعد كده نقول له فتح، وبعد كده طبعا هتدوس هنا على اكونت وتعمل تسجيل الدخول. طيب لازم ترجع بالخطوه دي للتاريخ، هندخل على الاعدادات وبعد كده نظام التحديثات والتاريخ والوقت، وهنعمل بقى الضبط التلقائي للتاريخ عندنا، وبعد كده يا سيدي هندخل هنا تسجيل الدخول. تمام، هيخرج وهتدخل تاني مفيش مشاكل، وبعد كده تقول له تسجيل الدخول. طيب الخطوه دي يا جماعه لازم تضيف فيها الايميلات بتاعتك كلها، لان بعد كده مش هتعرف تضيف اي ايميل. تمام، فالخطوه دي لازم تضيف الايميلات بتاعتك كلها، انا هضيف الايميل بتاعي مثلا. خلاص يا جماعه انا ضفت الايميل بتاعي وكده تمام بتاع جوجل، لو انت عايز تضيف ايميل تاني هتدوس برضو اكونت وتدوس تسجيل الدخول، واصبح كده برضو هيجي لك تسجيل الدخول مره تانية وتبدا تضيف الايميلات اللي انت عايزها. تمام، هاجي بقى هثبت البلاي ستور كده زي ما انت شايف، هتثبت كل البرامج دي او التطبيقات دي تقول له تثبيت، وبعد ما تثبت هتقول له تم، وهتيجي برضو على رقم 3 هتفضل تثبته برضو زي ما انت شايف كده اهو، تدوس هنا على العلامه دي وتقول له تثبيت. فطبعا هو بيقول لك كشف الذكي، هنا لازم تعمل باسورد للموبايل بتاعك، هندخل الاعدادات ونعمل بقى الباسورد عادي جدا اللي هو اي باسورد مفيش مشكله، قفل الجهاز، وهنا برضو قفل الجهاز بقفل الشاشه، هتغير هتخليه اربع ارقام مثلا اهو زي ما انت شايف، هنعمل كده باسورد للموبايل بتاعنا مفيش مشكله. بعد كده طبعا هنا بيقول لك اللغز، هتعلم على دي كده عشان يبدا يثبت معانا. خلاص كده تمام، بيقول لك جاري التثبيت وتقول له تم، وعندك هنا رقم 4 هتثبت رقم 4 بالشكل ده برضو، هتقول له كده تثبيت مفيش مشاكل، طلب منك الباسورد كده يبقى افضل، هتحط باسورد على طول ماشي. بعد كده رقم 5 برضو نفس الوضع، هتقول له هنا اتعلم على دي وتقول له تثبيت، برضو هتدي له اربع الارقام. هتيجي هنا رقم 6 هتبدا بقى تظبط الدنيا كده زي ما انت شايف، هتقول له تثبيت برضو، هتقول له كده اربع وحايد اللي احنا عملنا الباسورد. هتيجي هنا رقم 7 ده مهم جدا، هنا بيقول لك اتعذر التثبيت مفيش مشاكل، هتعمل ايه؟ هتيجي على الماكرو جي ده تدوس دوسه طويله كده وتقول له ازاله التثبيت، وكده احنا اصبح ان احنا شلنا الماكرو جي ده. هندخل مره ثانيه هنيجي نثبت ده برضو رقم 7 اللي احنا عاملينه ده مع بعض، هنيجي برضو هنا تقول له اتفاهم وتقول له تثبيت وتحط الباسورد بتاع الموبايل. كده اصبح احنا خلصنا الخدمات يا جماعه، هنبدا بقى هتجيلنا مشكله الاشعارات هنبدا نحلها دلوقتي مع بعض ان شاء الله. تمام، هتقول له تم، هنخرج كده نجرب متجر بلاي، هندخل كده على متجر بلاي زي ما انت شايف، لو جاب لك اعاده المحاوله دي هتفضل تدوس عليها كده لغايه لما يبدا بس ينزل البرامج والكلام بتاع، تقول له قبول، واصبح كده زي ما انت شايف متجر بلاي قدامك اهو يعمل بدون اي مشاكل. دلوقتي هنا جوجل بلاي بيحدث فوق اهو، سيبه مفيش مشاكل. بعد كده هيبدا بقى يجي لك الاشعارات اللي هو جهازك غير معتمد والكلام ده، فنيجي كده نخرج كده زي ما انت شايف. تمام، وندخل برده مره ثانيه على متجر بلاي عشان يبدا يظبط معانا الدنيا. هنيجي بقى نحل مشكله الاشعارات دي، تابع معايا هنحل مشكله الاشعارات ازاي. اهم حاجه ان متجر بلاي اشتغل يا جماعه وبدون اي مشاكل. هنيجي بقى ايه نحل مشكله الاشعارات، سهله جدا. هنيجي طبعا احنا بعد ما خلصنا اول خطوه ديت هندخل على مدير الملفات. تمام، الاصبح اللي معانا هنستخدم الثلاثه دول، جميل جدا. هنيجي نعمل ايه؟ هندخل على الاعدادات، وهنيجي طبعا هنا عندنا على التطبيقات وبرده تطبيقات مره ثانيه، وهنكتب هنا فوق جوجل كده اهو، وهتعلم على الثلاثه الشرط دول وزارة عمليات النظام. هيجي لك بقى نمسح الكاش بتاع الحاجات دي كلها، هنقول له اداره الحسابات، هنقول له فرض ايقاف كده، ونيجي على التخزين نمسح البيانات كلها ونرجع مره ثانيه اهو بالشكل ده. هنيجي طبعا على متجر بلاي هنعمل نفس الوضع، فرض ايقاف والتخزين هنمسح برضو التخزين بتاعه، وهنيجي على جوجل سيرفيس برضو نفس الوضع، فرض ايقاف
طبعا ده اللي هيغلبنا شويه يا جماعه. تمام، هنعمله برده فرض ايقاف، لازم تقفله خالص وتقول له التخزين برده تمسح التخزين، لازم أن يكون فرض ايقاف كده. وبعد كده نعمل ريستارت للموبايل بتاعنا للمره الاولى. لو جات لك ديت هتدوس على علامه الترس ده وتلغيها دلوقتي، احنا مش عايزينها لغايه لما نخلص. هندوس كده دوسه طويله بالشكل ده لغايه لما الموبايل بتاعنا يعمل ريستارت، هنعمل له اعاده تشغيل للمره الاولى، تابعوا معايا. وبعد ما الموبايل راستر يا جماعه مفيش مشاكل كده، احنا ظبطنا الدنيا اول خطوه. تاني خطوه بقى ندخل برده على مدير الملفات بالشكل ده ونيجي على الهاتف، وبعد كده نيجي نفتح برده محمد هواوي ده بالشكل ده، وبرده هندخل عليه مره تانية. هنثبت المره دي رقم 8 يا جماعه بالشكل ده زي ما انت شايف. خلاص كده ثبتنا احنا 7، هنبدا نثبت في 8. هنعلم على دي ونقول له تثبيت، وبرده هنقول له 4 وحدات هنا الباسورد اللي احنا ضفناه. انا انتظر لغايه لما اقول لك جاري التثبيت ويخلص، وهنعمل برده الخطوه الثانيه بتاعه الكاش، وبعد كده فاضل خطوه اخيره وان شاء الله ننتهي خالص من مشكله الاشعارات. هننتظر لغايه لما يخلص. تمام، جاب لك هنا تم تثبيت بنجاح، هنقول له تم. هنخرج كده، هندخل برده على الاعدادات، وهنيجي طبعا عندنا هنا على التطبيقات والخدمات وبرده التطبيقات، وهنكتب هنا برده جوجل كده بالشكل ده او جو بس، وهنيجي هنا على الاظهار عمليات النظام. هنيجي نعمل مره ثانيه اداره حسابات جوجل، هنقول له فرض ايقاف بالشكل ده، وبعد كده نيجي على التخزين نمسح التخزين ماشي. وبعد كده يا سيدي هنيجي على متجر بلاي برده نفس الوضع، هنقول له فرض ايقاف، ونيجي على التخزين مسح البيانات مفيش مشاكل. عندك برده هنا جوجل سيرفيس نفس الوضع، هتقول له فرض ايقاف وبرده التخزين ومسح البيانات وكده 100 100. وبعد كده هتعمل له ريستارت للمره الثانيه. تمام، دوس دوسه طويله كده بالشكل ده، وبعد كده نعمل له اعاده تشغيل، وهننتظر لما الموبايل يفتح. وكده يا جماعه الموبايل بيفتح معانا دلوقتي اهو زي ما انت شايف، جاب لك هارموني او اس. تمام، هنبدا بقى نعمل اخر خطوه، هنحط الباسورد كده. هنعمل اخر خطوه بقى بتاعه الاشعارات عشان ننتهي منها خالص. هنيجي بقى المره دي هندخل على الاعدادات، وبعد كده يا سيدي هنيجي على التطبيقات والخدمات وبرده التطبيقات، وهنبحث برده هنا على كلمه جو كده. هنيجي المره دي على خدمات جوجل، هندخل على التخزين، هنمسح ذاكرة التخزين، وهنيجي برده هنا على محو جميع البيانات ونقول له موافق، وبرده هنمسح هنمسحها مرة تانية كده عشان برده الدنيا تبقى تمام، برده هنعمل له محو ونمسح برده دي. خلاص احنا كده مسحنا كله. هندخل برده مدير الملفات، وهنيجي طبعا عندنا هنا على الهاتف، وهنيجي برده يا سيدي على هنا برده نفس الفولدر، وهنسطب اخر واحد اللي هو رقم 9 ده. وبعد كده هنبدا بقى كده يعتبر خلصنا الحمد لله من مشكله الاشعارات، هنقول له تثبيت وهنديله الباسورد اللي احنا ضفناه، وهننتظر لغايه لما يخلص خالص ونبدا نظبط بقى متجر بلاي ونشوفه شغال معانا بدون اشعارات ولا لا. تمام يا جماعه كده خلص هو، نقول له تم. هنخرج كده هنيجي على متجر بلاي نفتحه ونشوفه كده جاب لنا اشعارات ولا لا. هيفضل يلف كده شويه، بعد كده يقول لك هنا مستجدات والكلام ده لكش دعوه بيه، واهم حاجه تبص على الاشعارات فوق ما يكونش خدمات جوجل بتحدث فوق عشان تقدر تشتغل معاك بشكل ما فيهوش مشاكل، يعني تشتغل معاك بشكل اساسي. لو دخلت على الالعاب والكلام ده هتلاقي ادي متجر بلاي اهو. طيب عايزين نعمل خطوه كمان، هنيجي هنا ندوس على الثلاث شرط، وهنيجي طبعا عندنا هنا جوجل بلاي ده قديم، هنيجي هنا على الاعدادات، وهنيجي طبعا هنا على اصدار متجر بلاي، هتدوس عليه وتقول له حسنا عايزين ايه نعمل له ابديت. تمام، طيب هو لو ما عملوش ابديت هنعمل ايه؟ مفيش مشكله خالص، هنيجي هنا على هننزل جوجل كروم عادي، هندخل كده على جوجل كروم، هو غالبا كده بيعمل له ابديت، هنشوف ممكن بيحمل بس ما بيعملش ابديت، فاحنا هندوس كده على متجر بلاي، وهنا لو ما عملوش ابديت هندوس كده. تمام، هنيجي نبص على الثلاث شرط دول، هو غالبا لسه برده ما عملوش ابديت. وطبعا يا جماعه وهنا بيقول لك جاري تحديث متجر بلاي يرجى الانتظار، هننتظر لغايه لما يحدث، وبعد كده نبدا نفتح متجر بلاي ونجربه دلوقتي مع بعض، هننتظر لغايه لما يحدث. المهم ان احنا خلصنا مشكله الاشعارات، وان شاء الله الجهاز يبقى شغال معانا بدون اي مشاكل. وبكده زي ما انت شايف متجر بلاي حدث يا جماعه لاخر اصدار اهو زي ما انت شايف. تمام، اهم حاجه خدمات جوجل تتاكد منها ان هي مش بتحدث فوق في الاشعارات ولا اي حاجه عشان ما يجيلكش جهاز غيرك غير المعتمد. لو دخلت على الاعدادات والتطبيقات وعندك هنا التطبيقات وجينا دخلنا على جو كده هتلاقي خدمات جوجل اصدار رقم 20 ده يا جماعه هو ده اللي انت هتفضل عليه. طبعا هتدي له بقى الاذونات كلها، تدخل عليه تفضل تدي له الاذونات دي كده كلها. تمام، وعشان يبدا يشتغل معاك بشكل اساسي وبشكل ما فيهوش مشاكل. تمام، ادي الرسائل برده نفس الوضع، هتدي له كل الصلاحيات، الكاميرا عشان هو ده المسؤول عن كل حاجه، التقويم. تمام، عندك هنا سجلات المكالمات برضو اي صلاحيه تديها له عشان يبدا يشتغل معاك، النشاط البدني برضو، مستشعرات الجسم برضو نفس الوضع اهو، وبرضو الاجهزه القريبه برضو. تمام، هتفضل تدي له كل حاجه الاشعارات ديت عشان يبدا يجي لك الاشعارات بتاعه التطبيقات. كده احنا ادينا له كل الاذونات. اهم حاجه عندنا يا جماعه ده متجر بلاي شغال اهو، تعالى كده ننزل اي حاجه مثلا، هندخل كده عليه نكتب مثلا اليوتيوب مثلا اهو، اليوتيوب اهو هننزل اليوتيوب عادي، نقول له تثبيت. عايز ننزل ايه تاني؟ يعني هو بصراحه يعني نظام جميل جدا
والناس كلها محتاجه خدمات جوجل طبعا، دي حاجه اكيده. ادي اليوتيوب يا جماعه بينزل قدامك اهو بيحمل وجاب لك جاري التثبيت وكده، احنا يعتبر مفيش اشعارات ولا فوق ولا اي حاجه، المهم ان كده الجهاز بتاعنا شغاله. ودوس كده على اليوتيوب، ادي اليوتيوب اهو زي ما انت شايف كل حاجه شغاله فيه وتعمل بدون اي مشاكل. يعني بصراحه النظام جميل جدا جدا هارموني او اس، تقدر تشتغل عليه بشكل اساسي وشكل رسمي. وعندك لو دخلت على الاعدادات هتلاقي برضو ان الموبايل بينزل له ابديت عادي جدا زي اي تليفون. فده كانت نهايه الفيديو بتاعنا يا جماعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان اصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.